أين ألا فاضل؟ التحية تتجدد والانطلاق يستمر من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوطنا الثالث عشر وشوط الختام ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه وختام همسك بإذن الله. يسير شوطنا المخصص للجعدان المهجنات الأصايل، نتمنى التوفيق لجميع المشتركين مباشرة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن مروشد من يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني شاهين من هجنة العاصفة ومع قيات الهلالي في التضمير والتدريب. هملول يأتي ويتجاوز شاهين ليتقدم في هذه اللحظات من هجنة العاصفة أيضا مع قيات الهلالي، بينما المركز الرابع شاهين ياتينا هملول على المركز الرابع من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الخامس ياتي ويتقدم شاهين من هجن العاصفة ومع التضمير قيات الهلالي، بينما المركز السادس المراكز ياتي في هذه التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة والممتازة. ياتي على المركز السابع في هذه اللحظات شاهين من هجن العاصفة مع قيات الهلالي، والتقدم بدأ من شاهين من يأتينا في هذه اللحظات الجميلة على سابع المراكز من هجن الرياسة ومع محمد العتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثامن المراكز شاهين من هجن عاصفة ومع قيات الهلالي، بينما المركز التاسع ياتي هملول من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي، وعاشر المراكز يتقدم هملول من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط، ولكن لا بد من العودة، لا بد من العودة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى شاهين اللي متقدم حتى هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومع التضمير ياتي سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة ومع التضمير قيات الهلالي، بينما المركز الثالث أيضا هناك شاهين من هجن العاصفة، رابعا شاهين من هجن العاصفة ويتقدم غيات الهلالي، بينما المركز الخامس خامس المراكز مع انطلاقة وتحديات شاهين من هجن الرياسة ومع التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ياتينا في هذا الانطلاق الجميل. بينما المركز السادس هناك شاهين من هجن العاصفة، ولكن بدأ هملول بالتغيير. هناك من هجن الرياسة مع علي بن مي الوهيبي بدأ يتجاوز ويتقدم شاهين، هناك هملولا آخر من هجن الرياسة مع التضمير أيضا يأتي علي بن ميل الوهيبي. بدأت المنافسة وبدأ التحدي الكبير مع المسار الأول مع الانطلاق الرائع والممتازة. هنا على المركز الثامن يأتي هملول من هجن الرياسة ويتقدم علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز التاسع شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، والمركز العاشر من تدخل في هذه اللحظات الزعيم لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومع التضمين محفوظ بالخميس آلي نيبي. ولكن عودتنا إلى صدارة الشوط، عودتنا إلى مقدمة التحدي، عودتنا إلى انطلاقة شاهين وتحركات شاهين على الصدارة على المركز الأول. هنا شاهين من هجن العاصفة، وأيضا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومع التضمير سعيد بن محمد وسعيد بن مروشد من يتقدم في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز الثالث يأتينا شاهين من هجن العاصفة ومع قيات الهلالي، رابعا يأتي هملول من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، خامسا شاهين من هجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون. المركز السادس يأتي ويتقدم شاهين من هجن العاصفة، هناك تضمير قيات الهلالي، ولكن بدأ وتحرك ايضا تحرك في هذه اللحظات الجميله لياتينا شاهين او هملول من هجن الرياسه علي بن ميل الوهيبي.
الدوري بدأ المنافسة وبدأت التحديات الكبيرة من بين هذه الأسماء في شوط الختام. ختامها مسك مع هذا المسار الكبير والتحدي الرائع. إذا شاهين على الصدارة، شاهين على مقدمة الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك سعيد بن محمد السعيد بن مروشد في عملية التضمير. المركز الثاني شاهين من هجل عاصفة وقيات الهلالي يتواجد، وثالثا هملول من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي. رابعا يأتي هملول ويتقدم من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي. اشتد الصراع، اشتد النزاع، بدأت القوة، بدأ شاهين على المقدمة من هجن عاصفة وهناك قيات الهلالي، ولكن بدأ هناك شاهين على صدارة هذا الشوط. هملول غير على الصدارة، انطلق بالمركز الأول. تهانينا إلى هجن الرياسة والثاني المضمر الظافر علي بن ميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومع المضمر سعيد بن محمد بن مرشد. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، رابعا شاهين من هجن العاصفة، وخامسا أتى هملول من هجن الرياسة على المركز الخامس في هذه اللحظات. إذا إذن المركز الرابع أتانا، هناك هملول من هجن الرياسة مع علي بن ميل وهيبي، بينما المركز الخامس فأتى هناك شاهين من هجن العاصفة ومع قيات الهلالي. إذا متابعينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني مع هملول من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، 7:31 وخمسة أجزاء من الثانية هو توقيت هملول من انتزع ناموس في هذا الشوط. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الثاني سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، 7:31:09 من الثانية. تهانينا والناموس. بينما وصل على المركز الثالث هناك شاهين من هجن العاصفة، 7:33 بلا وفائي والتمام. تهانينا إلى قيادة الهلالي والتهنية للجميع.